معانا مين؟ أم سلمى؟ أم سلوى تتفضل. أم سلوى من السويس تتفضل. حاجة بس حضرة الشيخ، اتفضلي. أنا متجوزة من حوالي، أبوها دايما يقول لي طلقات ويساومني بالبيت هاتيها، ودايما تعيط، وحتى الشوكولاتة ما بيرضاش يجيبها لها حتى في 5 جنيه. هو انتوا لسه مع بعض؟ انتوا لسه مع بعض؟ دايما تساومني عليها تقول لي ايه منع عنها البيت، وانا مش من منع حد عنها. طيب سؤال، هو انت دلوقتي زوجك انتوا لسه مع بعض وهو ما طلقكيش مش كده؟ احنا بس ايه حكايه الشقه، ما هو عند امه وانا عند امي، ده انا حكايه وشغال كويس في شركه وكل حاجه. فهو دلوقتي بيساومك، هو مسيطر عليه، فهو بيساومك عشان ياخد البنت. ومتجوز قبليه مرتين، وكل واحد مخلف منها بنت. في واحده طلقته ومرافع عليه ان قواضي في المحاكم بنهدده تقول له طلقت لي على ذمتك. طيب يعني انت دلوقتي بتقولي لي اوجه له كلمه؟ طيب انا هكلمه دلوقتي يا ام سلوى، بس انا عايز اقول لك حاجه ام سلوى، انتوا ما انتوا عايزين برضو حد يصلح بينكم، لان انت واضح والله حاولنا، هو رافض الصلح نهائيا، حتى امه حاولت تطردني عشان بطالب بحقي وحق بنتي، وكمان المصروف كمان مش مكفي 500 جنيه، يعني دي يعني ما تكفيش دلوقتي، وبيقبض كويس. انت عندك كام؟ انت عندك بنت واحده؟ انا بنت واحده بس، ان شاء الله ربنا يعينك. اتجوزت على حوالي حاجه و30 سنه يعني، البنت عندها دلوقتي 3 سنين ونص. ان شاء الله ربنا يوسع عليك ويكرمك ويحفظك من كل مكروه وسوء ويفتح عليك ان شاء الله. ودايما طلقات يا حضره الشيخ عشان بطالب بحقي وحق بنتي. طيب بما ان المساله كده، يبقى احنا محتاجين عشان الطلقات دي ان هو يتفضل الى دار الافتاء المصريه عشان نشوف ايه حكايه الطلقات اللي هو بيطلقها ديت، وقعت ما وقعتش، نشوف ايه الحكايه. لكن انا عايز اقول له حاجه، بنتك دي البنات الزيجات اللي انت بتتزوجها دي، واي واحده ما تبقاش على مزاجك تروح سايبها هي وعيالها، دول كلهم هيتعلقوا في رقبتك، وكل دول واجب عليك ان انت تنفق عليهم. فعشان كده بقول لك ما تحاولش محاوله رابعه، يعني ما تحاولش محاوله رابعه ان انت تعمل ايه، ان انت تتجوز مرة رابعة، لان انت واضح ان انت محتاج تتعدل انت شخصيا. اذا كنت بتتجوز كل واحدة وتجيب منها اولاد، وبعدين تروح متجوز واحدة تانية، لان في الاخر خالص انت بتجرب لغاية ما تلاقي ست على مزاجك، مش هيحصل. لان المشكلة في الحقيقة مش هقولك ان المشكلة فيك انت، لان محدش بيتجوز عشان يلاقي ست على مزاجه، لان ساعة ما تلاقي الست على مزاجك دي في الغالب انت هتملها بعد ذلك. احنا بنتجوز عشان الزوجه بتبقى قيمه اضافيه في حياتنا، احنا بنتزوج عشان الزوجه تبقى توسع حياتنا، مش تبقى على قد دماغي. فانا ايه اللي حاصل؟ احس بعد كده ان انا محتاج لواحده تانية وواحده تالتة وواحده رابعة. فاتقي الله في النساء المسلمين، اتقي الله في اولادك. حضرة النبي يقول لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، ويقول لك استوصوا بالنساء خيرا، وانت بتعتبر النساء دول مجرد بس متعة وبعد كده تسيبهم هم والأولاد؟ يا جماعة بالله عليكم، استحلفكم بالله، ما حدش فيكم هيتحمل ان هو يجي يقف قدام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويلومه يوم القيامة. ما حدش فيكم هيقدر يستحمل ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يقول بعدا بعدا. ما حدش فيكم هيقدر يستحمل ان هو لما يعيش مع هواه بعد كده ايه اللي يحصل؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يشيح وجهه عنه، لانه ظلم اولاده وظلم زوجته. احنا في عرض ان حضرة النبي يتشفع فينا. حضرة النبي يقول لك استوصوا بالنساء خيرا، ويقول لك ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول، وانت عايش مع نفسك ما تروح تتعدل يا سيدي، ما تروح تتغير. مين قال لك ان انت بيوحى اليك؟ اتقي الله في نفسك. حضرة النبي يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. خليك كيس وحاول تقف وقفة صادقة مع نفسك. مش معقولة يكون كل الستات اللي انت اتجوزتهم دول والأولاد اللي بيصرخوا لأنك انت مش مديهم حقهم ولا محافظ عليهم، مش ممكن انت تكون انت الصح وكل الناس دي غلط. يا ناس والله في حاجة اسمها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يا سيدي لما تلاقي حياتك الزوجية فيها إعوجاج، يبقى أذن مؤذن التزكية، أنت محتاج تزكي نفسك. مش هتبقى، ما أقولكش إن المشكلة مشكلتك أنت بس، لا، أنتوا الاتنين طرف في المشكلة، بس أنت روح زكي نفسك يا أخي.
حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمنا مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر. محتاج أن أنت ترضى شوية، تزكي نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويبارك لك إن شاء الله.